طبعا اللي كده تشوف ازاي نرسم فويد في قلب الحيطة. فويد مش مجرد اوبننج. اقول له وول وابدأ اختار الحيطة اللي انا عايزها وابدأ ارسم الوول بتاعتي بالشكل دوت. عايز ارسم فويد. طيب انا لو عملت فاميلي بتلاقيها ما ينفعش تعمل فاميلي فاضية غير لو قلت له كومبوننت موديل ان بليس واقول له وول واقول له اوكي وهبدأ أرسم الشكل اللي أنا عايزه من خلال فويد. كل الأشكال دي تقدر تعملها على هيئة فويد. طيب أنا دلوقتي رسمت فويد أهوت، وخلينا نقول إنها هتبقى مايلة، يعني الفويد هتبقى رخم شوية ومايلة معانا. أقول له روتيت وهبدأ أخليها مايلة بالشكل دوت، وهخلي الارتفاع مثلا 10. أقول له أوكي. طيب لو قلت له فينيش موديل هيقول لي انت كده عامل حاجه ملهاش لازمه، ايه فاضيه؟ لازم اجي هنا قط واختار الفويد وبعد كده اختار الحائط، الاقيه قطع معايا بالشكل ده. لما اقول له فينيش موديل وابص في ال 3D الاقي الحته طلعت معايا اوبننج بالشكل ده.